السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس. معانا ورك بوك بيج 55. السؤال الأول يا أولاد عندنا بيقول لي كويشنير، أسئلة: Are you saving energy؟ هل أنت تدخر أو وتحفظ الطاقة؟ بتوفر الطاقة يعني؟ هنجاوب على الأسئلة دي كده مع بعض ونشوف الإيه. بس عايز يا ولاد يا ريت تكون الإجابة فعلا صحيحة. Are all your light bulbs energy saving؟ هل جميع مصابيحك الكهربائية موفرة للطاقة؟ أقول له كده ها أقول له yes. طيب Do you remember to turn the lights off؟ هل أنت تتذكر أن تطفئ المصابيح؟ أقول له صراحة إنه ما مش على طول بتذكر أطفي الإيه المصابيح. طيب Do you keep the air conditioner down؟ هل أنت بتحفظ التكييف داون يعني إيه توطيه شوية؟ أقول له إيه yes. أقول له هنا yes بوطيه شوية. طيب Do you switch appliances off؟ هل أنت تطفئ الأجهزة الكهربائية؟ أقول له yes. Do you fix dripping taps and showers؟ هل أنت تصلح الصنابير المقطرة اللي هي بتنقط يعني بتقطر وبتنقط وحمامات الاستحمام اللي هو الدش بتصلحها؟ اه بصلحها yes. طيب Do you have tab on when you brush your teeth؟ هل أنت تترك الصنبور مفتوح عندما أنت تفرش أسنانك؟ بتسيب الصنبور مفتوح؟ هو صراحة أنا فعلا إيه يس بسيبه مفتوح. طيب Do you walk to school؟ هل أنت تمشي إلى المدرسة؟ يس. Do you have more than one car؟ هل أنت لديك أكثر من سيارة واحدة؟ No، هي غالبا سيارة واحدة طبعا. طيب Do you see solar energy؟ هل أنت ترى الطاقة الشمسية؟ Yes. طيب بعد كده هو بيقول لي في السؤال اللي بعده بيقول لي هنا compare your answer، تقارن إجاباتك مع صديقك، مين اللي بيشارك في مهتم بتوفير الطاقة. How can you save energy؟ كيف أنت تستطيع أنت أن تدخر وتوفر الطاقة؟ Use the ideas in the previous task، استخدم الأفكار في المهمة السابقة. To write a paragraph about saving energy، عشان تكتب باراجراف عن ادخار الطاقة. الباراجراف should have a sentence and supporting details، الباراجراف بتاعك لازم يكون فيه جملة و supporting details وأفكار مساعدة. أنا هنا هقول له الستوبك سنتنس، الفكره فكره الموضوع ان احنا هنا ان انا بقول له انرجي سيفنج توفير الطاقه. خلاص دايما الستوبك سنتنس فيها كلمه امبورتنت، يعني اقول له كده is an important بروسس، هي وسيلة أو هي عملية مهمة. خلاص هقول له كده، هنستخدم فكرة من هنا، أقول له Do you remember to turn lights off؟ أقول له كده We should always remember to turn lights off. أقول له We should always، نحن ينبغي دائما أن remember، يتذكر to turn the lights off.
يجب دائما نتذكر أن نطفئ المصابيح الكهربائية. خلاص، ناخد فكرة تانية. We should always أقول له كده we should switch the air conditioning. يعني لازم ايه، هنا بقول له ايه، نحن ينبغي علينا ان نطفئ ايه اوف. هنا ايه دايما بقول له سويتش اوف يعني نطفئ. ايه كلمة يطفئ دايما بنكتب سويتش وبنكتب اوف. امتى بقى بيجي بين سويتش اوف الحاجة اللي احنا بنطفيها؟ خلاص فهمتوها كده، زي تيرن اوف بيجي بين تيرن اوف الحاجة اللي احنا بنطفيها. عايز تقول سويتش اوف مش مشكلة، عايز تقول سويتش اوف وتجيب بينهم اسم الحاجة اللي هتطفيها، سويتش ذا اير كونديشنينج اوف. اه امتى بنطفي التكييف؟ اقول له كده بيفور، قبل نحن يعني وي ليف، نغادر. نغادر ايه؟ ها المنزل، المنزل يعني هاوس، ذا هاوس. يجب ان نطفئ التكييف قبل ان نغادر المنزل. ناخد فكرة تالتة، برضو لازم نطفي الأجهزة الكهربائية. شفتوا سويتش ايه؟ هنقول له كده ايه، هقول له كده وي شود، برضو هنقول وي شود. اوعى تسمع بقى كلام حد تاني بقى، عايز تمشي مع اسلوبي، اسلوبي فعلا ممتاز، علشان على الأقل تاخد درجة في الامتحان. ها وي شود، هنستخدم برضو سويتش. ها يا ولاد، هنكتب كده اوف. خلاص كده هنيجي كده نكتب اوف. خلاص بين سويتش وبين اوف اسم الحاجة اللي احنا بنعمل فيها ايه؟ بنطفيها. طب هنطفي مين؟ اللي هو الأجهزة الكهربائية، معناها ذا ابلاينسز. خلاص هنرجع دي ورا كده، يبقى we should switch the appliances off after use، بعد الاستخدام. دايما استخدمت التلفزيون اطفيه، مش تسيبهولي شغال 24 ساعة، ده بيسحب الكهرباء بتاعت الايه، وتجيلك في اخر الشهر فاتورة كهرباء عالية. طيب ايه اللي موجود عندنا تاني؟ خلاص احنا بعد كده بنقول له ايه، اقول له كده وي شود، ده يجب علينا، دي الكونكلودنج سنتنس بتاعتنا. اقول له وي شود اولويز سيف انرجي. خلاص يجب دائما، ينبغي دائما نتغير الطاقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.